ازيكم جميعا، انا مصطفى هلال، هيد جرافيك في تيم كات ويو اي يو اكس ديزاينر بقالي سنه ونص. اولا كده احنا مفيش برزنتيشن هتتعرض ونبدا ندور فيها او في نقط مكتوبه. احنا السيشن بتاعتنا هتكون معتمده اكتر ان احنا نتفاعل مع بعض، احنا لسه جايين من البيت يعني محدش نايم محدش متضايق، فاتمنى نكون التفاعل اكتر. يعني في البدايه احنا اول حاجه طبعا بنبدا بيها في الطبيعي، ايه هو الجرافيك ديزاين؟ حد يعرف ايه هو الجرافيك ديزاين؟ نتفاعل يا جماعه، لسه بقول جايين من البيت وبتاع، فنتفاعل اكتر كده. طيب تمام تمام برضو تمام. في حد عنده اضافه تانية؟ طيب اقول انا بقى، جرافيك ديزاين بشكل عام هو صوره انت بتعملها او تصميم او شيء انت بتعمله بيوضح الفكره بتاعتك. يعني انت عندك فكره او منتج محتاج ان انت توضحه للناس عموما، فانت هتعمل ايه؟ هتقوم جاي عامل ديزاين بسيط موضح الفكره اللي انت عاملها، زي مثلا حاجه هنشوفها دلوقتي. زي ديزاين زي ده، لا من اول ما بصيت له ايه اللي انت فهمته منه؟ تمام. ديزاين زي ده الفكره بتاعته ان في درس، طبعا الدرس ده كانت اول اشاره ان هو بان ان احنا في لدكتور اسنان او تطبيق لخدمه دكاتره اسنان. تمام. في حاجات بتبقى اساسيه عشان نعمل الديزاين على اساسها. الحاجات دي حد يعرف احنا بنعمل الديزاين على اساس ايه؟ تمام. حد عنده اضافة؟ تمام. حد عنده اضافة تانية؟ مفيش اي اضافة. طيب في اربع حاجات اساسية احنا بنعتمد عليهم عموما واحنا بنعمل الديزاين بتاعنا. اول حاجة انت ازاي هتأثر على المستخدم نفسه، بمعنى ايه؟ يعني المستخدم من اول نظرة هو شاف وفهم ان دي لعيادة اسنان او لتطبيق اسنان، عارف من اول حاجة بصلها اللي هو الدرس، بعد كده تحت الجمله اللي هو كاتبها معناها بتاكد اكتر، بعد كده وصلنا في هنا جوجل بلاي او اب ستور عشان تنزل التطبيق بتاعنا، بقى المستخدم هو المتحكم في التصميم. يعني عينه من اول لقطه جابت الدرس ده وده فهم منه على طول ان هو بتاع دكتور اسنان او عياده اسنان عموما، بعد كده الجمله دي وضحت له ده اكتر واكدت على ده، بعد كده والحاجه الاخيره ان هو هيقدر ينزل التطبيق بتاعنا من هنا من جوجل بلاي او اب ستور. تمام. تاني حاجة ممكن نعملها تكون بتأثر، يعني تكون عملناها عشان كده عملنا التصميم ده. حد عنده اضافة تانية ان احنا ليه عملنا التصميم؟ طيب في حاجة كمان احنا دايما بنعتمدها، ان التصميم كله ياخد المستخدم بتاعنا انه هيوصل للهدف بتاعه. يعني مثلا فلنفترض تصميم عن التبرع، يعني انا عايز ان الناس تبدأ تتبرع لحاجة معينة، فالعناصر اللي هتكون موجودة في التصميم كلها لازم تبقى متتابعة مع بعض انها توصل المستخدم بتاعنا ان هو هيتبرع في الاخر. ما ينفعش يكون هنعمل تصميم عن التبرع ما بيديش اصلا الهوية دي. طيب ليه فايدة التصميم دلوقتي؟ تمام. تالت حاجة دايما احنا بنعتمد عليها انك ازاي تغير قناعات المستخدم عن طريق التصميم بتاعك. حد عارف الماركتنج اللي كان ما بين برجر كينج وماكدونالدز؟ تمام. طيب حد عنده فكره هم اعتمدوا عليه على اساس ايه؟ اعتمدوا على قله المواد الحافظه في سندوتشاتهم كده عكس ماكدونالدز كده. تمام. حد عنده اضافه ثانيه؟ مفيش حد عنده اضافه؟ الفكره نفسها اصلا بدات ان انهم يوافقوا الشركه ديت انهم الحاجه عندهم عارفين وكده، فالشركه ردت عليهم قالت لهم ده دليل ان احنا بنحط المواد الحافظه، وده كان لصالح الشركه الاصليه. تمام. طيب ازاي تغير قناعة مستخدم؟ انت كمستخدم مثلا، انا لو جيت دلوقتي قلت لك انت، فلنفترض ان انت واحد بتحب تاكل من ماكدونالدز دايما، تمام، ودايما شايف ان اكله مفيش زيه، انا جيت قلت لك دلوقتي ان اكله وحش، هل هتقتنع بكلامي؟ بالظبط. انا بقى ازاي اقدر ان انا اغير قناعتك للفكره دي؟ ده اللي حصل من برجر كينج. عملوا ايه؟ هم جابوا المنتج الرئيسي بتاعهم اللي هو اصلا تقريبا كانت الوجبه الرئيسيه في الوقت اللي نزلوا فيه الاعلان،
تمام، انا حطهولك وسبتهولك يوم او اتنين، تالت يوم بدا ان الاكل نفسه يعفن او يبقى شكله وحش. طيب هو دلوقتي عمل ايه؟ هو دلوقتي المفروض ان هو بيضرب نفسه. لا، هو مش بيضرب نفسه، هو بالعكس هو قدر يغير قناعه ناس كتير من اللي بياكلوا من ماكدونالدز دايما، ان انت في ماكدونالدز الاكل بيتقدم لك فيه مواد صناعيه او مواد حافظه، فدي دايما بتبقى في المدى البعيد انها بتاثر على صحتك. على العكس عندي، عندي انا المنتجات بتاعتي كلها طبيعيه مفيش فيها مواد حافظه، وده اللي بان من الصوره. رابع حاجه والاخيره، ان التصميم بيتعمل على اساسها انك تنشر فكرتك او المنتج بتاعك. هنا برضه هو اعتمد على حاجه كويسه جدا، ان هو طلع العيب اللي في ماكدونالدز عن طريق نفسه. قال ايه؟ قال ان انا زي ما قلت ان المنتج بتاعي طبيعي 100%، بيحصل له كده ما بيفضل بره من غير حفظ او حاجه لمده يومين ثلاثه على حسب المده عموما. فبالتالي هو هنا قدر ان هو يضرب ماكدونالدز بطريقتهم هم. تمام. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنتبعها دايما واحنا هنعمل تصميم؟ يعني مثلا تصميم زي ده انا لو هعمله ببدا اتبع ايه عشان اعمل تصميم زي ده؟ حد عنده اضافه؟ جزء منها. تمام. حد عنده اضافه ثانيه؟ تمام، مفيش اضافه. اول حاجه احنا بنعملها دايما ان احنا بنبدا نحلل الفكره بتاعتنا، او ناخد نعرف الهدف من الفكره بتاعتنا. طيب ده هنعرف الهدف من الفكره بتاعتنا على اساس ايه؟ الاول بنقعد مع العميل ناخد منه الداتا اللي احنا محتاجينها كلها للتصميم، وانت محتاج ايه، واحنا عايزين نعمل ايه، وده ليه وده ليه. فدي اول نقطه بنعملها. تاني حاجه ان احنا نبدا نحلل الداتا بتاعتنا دي. التحليل ده دي يعتبر اهم نقطه في التصميم عموما، او اهم نقطه في المراحل بتاعه التصميم لاي ديزاين. انت بتاخد الفكره دي، تبدا الداتا اللي انت اخدتها من العميل تبدا تحللها كلها، وتبدا تعمل ريسيرش عنها اكتر، وتشوف ايه المناسب ليها. بعد كده بيطلع لك مجموعه من الاختيارات. انت مستحيل ان انت تعمل كل الاختيارات مره واحده، فانت بتبدا تفلتر الاختيارات دي كمان، بتبدا تشوف انت محتاج ايه يتعمل، وايه هيكون مناسب اكتر للفكره دي، وايه مش مناسب. وبعد كده بعد ما تخلص بتوصل لمثلا اختيارين او ثلاثه هم دول الاساسي. هتعمل بيهم ايه؟ بترجع تقارنهم مع الداتا اللي انت جمعتها من العميل، لان انت ما ينفعش خلاص انا وصلت الاختيارين دول هعملهم. طيب تمام، هم الاختيارين حلوين، بس هل الاختيارين اللي انت وصلت لهم في الاخر بيأدوا نفس الحاجه اللي العميل عايزها ولا لا؟ فدي كانت اهم مرحله من مراحلنا. تالت مرحله وهي السكتش او الرسم عموما على ورق، الافكار اللي انت طلعت بيها بعد ما وصلت انها خلاص بقت مناسبه مع مشكله العميل والمنتج اللي هو بيقدمه. خلاص هتطلع المرحله دي، وانك تبدا تحط التفكير اللي في دماغك ده كله عموما على ورقه. ممكن على ورقه، ممكن على جهاز، ممكن براحتك انت، دي حاجه بترجع لك انت. بنوصل للمرحله اللي جايه واللي انت قلت عليها، اختيار الالوان بتاعتنا او الادوات او الشيب اللي احنا هنشتغل بيها، الاشكال، الصور. الوان مش هتتناسق مع بعضها. الالوان دي يعني احنا مش في فرح شيماء ولا في قاعه اللؤلؤه عشان نحط الالوان دي على بعض. الالوان دي انك تحطها في ديزاين اصلا انت كده بتقتل الديزاين. ممكن تكون فكرتك كويسه، ممكن تكون شغلك كله كويس، تحليلك كويس، رسمك للفكره كويس، بس حطيت احمر على ازرق. ما يعني اقول لك ايه؟ طيب انت كده بوظت اللي انت عملته كله في الكام مرحله اللي فاتوا بحاجه زي دي. بعد كده بنوصل لاخر مرحله، او مش الاخيره قوي، هي مرحله التنفيذ. هننفذ ازاي الديزاين اللي احنا بنعمله؟ الديزاين بتاعنا ده هيتنفذ ازاي؟ في برامج كتير، اولهم طبعا كل الديزاينر بيستخدموه هو فوتوشوب والاستريتور، يعني دول اول البرامج اللي بيستخدموها في الديزاين عموما. تمام. اخر نقطه بقى، ودي احنا عملناها مره قبل كده وهنعملها تاني، اللي هي التحليل. احنا خلصنا الديزاين بتاعنا والديزاين خلاص خلص وقارناه وبقى عندنا منتج دلوقتي قدامنا، هنبدا نحلل تاني الديزاين ده وصل للعميل. تمام. وصل للمستخدم نفسه، ايه رد فعله عليه؟ هل فعلا اداله الحاجه اللي هو عايزها ولا ما ادهاش؟ هل هو اثر فيه ولا ما اثرش فيه؟ هل هو كان معمول لهدفه ولا ما اتعملش لهدفه والديزاين نفسه كان بايظ؟ كده احنا ممكن نقول ان احنا خلصنا السؤال بتاعنا اللي هو يعني ايه جرافيك ديزاين، وليه احنا اشتغلنا في الجرافيك ديزاين. حد عنده اي اسئله في النقطه دي؟ طيب في سؤال جاي كمان اتمنى ان كله يجاوبه. يو اي يو اكس ديزاينر، هل هو مصطلح صح ولا غلط؟ غلط. انت فعلا يا جماعه؟ طيب
يعني من وجهة نظرك انت سمعت المصطلح ده اصلا قبل كده ولا لا؟ لسه اول مرة. طيب هنا اتقال غلط بس حد هيضيف حاجة تانية؟ تمام. حد هنا كان قال حاجة؟ تمام. تمام. انت كنت هتقول؟ تمام. طيب احنا قبل ما نجاوب اصلا على السؤال ده ونوضح هل المصطلح ده صح ولا غلط ولا لا، احنا الاول لازم نعرف هو ايه اليو اكس وهو ايه اليو اي. بالنسبه لليو اكس، ممكن حد يتطوع انه يطلع معايا هنا؟ شباب او انسات؟ اشرح لي. اسمك الاول؟ احمد عبد الهادي. تمام. دلوقتي احمد انا يو اكس. انت معاك موبايل؟ اه معايا موبايل بس انا سايبه هناك. ما علينا. ايه افضل تطبيق مثلا انت بتحب تشتغل عليه على الموبايل؟ افضل تطبيق اسمه ايه؟ مثلا فيتلي. اف اي اي دي ال اي. حلو. طيب ليه؟ عشان هو الفكره ان هو بيديك الفرصه ان هو تكستمايز الطريقه اللي انت بتتعامل بيها، وغير كده سهل كفايه ان هو المفروض الابلكيشن بيعرض اخباره كده ومقالات وبتاع، فهو المفروض ان هو مقسمها كل حاجه بتكون سهله، ان اللي في مسافات معينه بتقدر تحدد ان انت عايز تجيب مثلا موضوع معين، فاول مره بيجيب لك مثلا على الحاجه المهتم بيها فلاتر، هو بيقسم المواضيع ورا بعضها والالوان بتاعته فريندلي كفايه، فانا ما عاشق الدارك مود، في كل حاجه دارك مود، فدي كويسه جدا. طيب هو تقريبا دلوقتي عرف يعني ايه يو اكس او تجربه المستخدم عموما، قال الموضوع بالنسبه له بيقدر هو يتحكم فيه، بسيط بالنسبه له، اداله الفيتشر اللي هو عايزها كلها، بيقدر يتوجه. ممكن تتفضل. اللي اداله الحاجه اللي هو محتاجها كلها من غير ما يتعب او يدور كتير. فطيب اعتقد كده اليو اكس بدا يوضح شويه، وهو ان انت بتعمل حاجه للمستخدم بتلبي رغباته واحتياجاته. بمعنى اكتر، انا كمستخدم عايز اخش التطبيق، مش عايز اخش ان انا الف عشان اوصل لحته معينه، لازم اعدي على 1 و2 و3 و4، في نفس الوقت ان ممكن تطبيق تاني يخليني اخش من اول ما اخش التطبيق للحته اللي انا وصلت ليها على طول. دي بتبقى هنا دي تجربه المستخدم بتاعتنا، هو الحاله الشعوريه اللي بيكون فيها المستخدم وهو بيستخدم التطبيق بتاعنا، هل هو مرتاح فيه؟ هل هو عمل له الحاجه اللي هو عايزها ولا لا؟ هل هو اداله الهدف بتاعه ولا لا؟ طيب حد يعرف احنا بنوصل ان احنا نعمل البروسيس بتاع اليو اكس ازاي؟ يا جماعه انا حاسسكم نايمين كده، يعني احنا لسه نازلين من البيت والله. في ايه؟ تمام. عمر تمام. حد عنده اضافه تانية؟ تمام برضو. تقريبا كل اللي اتقال دلوقتي هو اجزاء، يعني نقط من نقط رئيسيه احنا دايما بنعتمد عليها. اول نقطه احنا دايما بنعتمد عليها واحنا بنعمل اليو اكس بتاعنا هي الاستراتيجية والتطوير. الاستراتيجية والتطوير بمعنى ايه؟ اول حاجة احنا بنعملها دايما هي اننا نبدأ نحلل العميل بتاعنا. العميل هو محتاج ايه؟ بنحلله كشخصه، بنحلل البراند اللي هو ادهولنا نعمل عليه المنتج بتاعنا، اذا كان تطبيق او موقع ويب سايت او اي منتج عموما، مش شرط انه يكون تكنولوجي بس. تاني حاجة احنا بنعتمد فيها اللي هو تحليل المنافسين بتوعنا في السوق. يعني انا تطبيق اتعمل، فلنفترض تطبيق زي سوق وتطبيق زي جوميا، الاثنين تقريبا بيعملوا نفس الحكايه وليهم نفس الهدف، فانا عايز اعمل تطبيق ثالث. انا دلوقتي المفروض ان انا هاخد المنافس بتاعي ده اللي هو جوميا وسوق دوت كوم، هفتحهم
وابدا اشوف ايه المشاكل اللي موجوده عندهم، ايه الحاجات اللي انا لو عملتها للعميل نفسه او للمستخدم نفسه هتكون سهله وبسيطه بالنسبه له، مش هيكون فيها تعقيد، مش هيكون فيها صعوبه. فدي تاني نقطه من الجزء الاستراتيجي بتاعنا، بس دي اهم نقطه برضو احنا دايما بنعملها. تالت نقطه احنا دايما بنشتغل عليها تطوير المحتوى. يعني مثلا لو انا عملت تطبيق والمفروض انه مطلوب مني ان انا اعمل ريديزاين للتطبيق ده وابدا احلله، يعني اعمله من الاول وجديد، طيب انا لو ما حللتش المحتوى القديم مش هتفادى الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها واحنا بنعمل نفس المنتج القديم بتاعنا. طيب لازم ان انا ابدا اخد الويب سايت ده او التطبيق نفسه او ايا كان الحاجه اللي احنا عملناها ونبدا نحللها تاني، هل هي صح هل هي غلط، طب المستخدم بتاعي واجه مشكله فيها ولا ما واجهش، كان بالنسبه له الموضوع بسيط ولا الموضوع معقد. دي كلها حاجات بنبدا ندور عليها واحنا شغالين. تاني نقطه اساسيه دايما بنعتمد عليها واحنا شغالين في اليو اكس بتاعتنا هي نقطه البروتوتايب والواير فريمينج. الواير فريمينج ان احنا هنطلع كل الداتا اللي احنا جمعناها من النقطه اللي فاتت ونحولها من دماغنا لورق، ورق ملموس قدامنا ان احنا نشوف مثلا التطبيق هيبقى عامل ازاي، او بنحط التصور الرئيسي بتاع التطبيق نفسه. بعد كده بنوصل لحتة ان احنا نعمل نموذج اولي من الموضوع. النموذج الاولي ده انا لو خدته وكملت عليه ممكن يعمل لي مشاكل كتير بعد كده، بمعنى ان انا مثلا انا كنت شايف من وجهة نظري كديزاينر ان النموذج الاولي ده كويس ما فيهوش اي مشكلة خالص، مش صعب اطلاقا وسلس. جه مستخدم مثلا انا بوري له النموذج ده قال لي لا والله ده انا واجهت حتة في التطبيق كانت صعبة بالنسبة لي، انا ما كنتش شايف انها صعبة، انا شايف انها بسيطة، بس هو كمستخدم ما عجبوش الحاجة دي. لو انا فضلت مكمل فيها هضطر ان انا اعيد ده كله من الاول تاني من الصفر، يعني انا كل اللي انا عملته كل التعب اللي انا تعبته هعيده من الصفر عشان غلطة واحدة ان انا ما خدتش رأي مستخدم او اتنين او تلاتة. كان في مقولة برضو بتقول ان انت تاخد في مرحلة النموذج الاولي ان انت تاخد رأي تلاتة مستخدم افضل من ان انت تاخد رأي 50 مستخدم في المرحلة النهائية، لان 50 مستخدم في المرحلة النهائية هيدوك لنفس النتيجة ان انت هتعيد من الاول تاني، انت اصلا عندك مشكلة من الاول، ليه ما دورتش انك تحل المشكلة دي. تمام كده. دلوقتي هنروح لليو اي. حد عارف يعني ايه يو اي؟ مش الاسم، يوزر انترفيس هي الواجهة الرسومية، هي اليو اي التعريف نفسه. فعلا يا جماعة، طيب يعني نهبد عادي برضو، والله انا بحب الهبد ده، انا نفسي بهبد احيانا. مفيش خالص ديزاين بتاع الابلكيشن وانت وانا جوه الابلكيشن ذات نفسه، اللي هو الديزاين ذات نفسه اللي هو كالوان الشكل ده عامل ازاي وانا بتصفح فيها وبشتغل عليه حاجه زي كده، هو الموقع برضه نفس النظام. تمام، انت كده جاوبت المعنى اليو اي. اليو اي هي الواجهه بتاعت التطبيق نفسه او الموقع، الجزء اللي بيبقى فيه الالوان، الجزء اللي بيبقى فيه الزراير، الجزء اللي بيبقى فيه الاكشنز عموما اللي احنا بنتخذها واحنا بنعمل تطبيق او احنا شغالين جوه تطبيق. فده باختصار، او مش باختصار، هو ده تعريف اليو اي، هو ملوش اي تعريف تاني غير كده. في تولز طبعا بنستخدمها دايما واحنا بنعمل اليو اي بتاعتنا، وهي ادوبي اكس دي طبعا هو الاشهر، بعده فيجما، في برضو سكتش، ده للناس اللي معاها فلوس شويه اللي معاها ماك، يعني مالناش دعوه بالناس دي عموما، ربنا يسامحهم. قلب دلوقتي بقى جه دور ان احنا نجاوب السؤال بتاعنا، هل يو اي يو اكس مصطلح صح ولا غلط؟ من الصوره اللي واضحه قدامنا ان اليو اي هو جزء من اليو اكس عموما. ليه بقى اليو اي جزء من اليو اكس؟ هما الاثنين رغم ان هما جزء من بعض، بس في نفس الوقت ما ينفعش ان انت تشتغل بواحد لوحده. انا ممكن دلوقتي اقول ان انا بقيت يو اي يو اكس ديزاينر يا جماعه، إيه طيب عملت ايه؟ انا فتحت برنامج وعملت واجهه تطبيق وخلصت الواجهه، وحضرتك انا رفعت الواجهه دي كمان على منصه عرض وخلاص تمام، وانا بدور على شركه دلوقتي عشان اشتغل فيها ان انا اكون يو اي يو اكس. طيب انت دلوقتي عملت الواجهه، بس فين التحضير اللي انت عملته عشان تعمل الواجهه بتاعتك دي بشغل كويس؟ يقول لك لا انا ما اعرفش، هو المصطلح على بعضه اسمه يو اي يو اكس. في نفس الوقت هو مصطلح غلط، هو مصطلح غلط ان انا اشتغل يو اي يو اكس ديزاينر، ده كمصطلح مصطلح غلط، المفروض انا يا يو اي يا يو اكس. بالنسبه لمصر هنا ف
الموضوع ما فيش حتة ان انا هشتغل يو اكس لوحدي وهعمل الانلايز بتاع التطبيق لوحدي والكلام ده كله. لا، هو انت بتعمل الاثنين مع بعض ماشيين بالحب زي ما بيقولوا. ما فيش هدف معين لحاجة واحدة. فبالنسبة لمصر فهو المصطلح صح جدا، ما فيهوش اي نوع من انواع الخطأ اطلاقا، والناس تعتمده. بس هتعتمد الحاجة دي وانت عارف ان انت شغال الاثنين، يعني انت بتعمل الاثنين حاليا، مش شغال حاجة واحدة فيهم وتقول انا بقيت جامد تنين وبعمل واجهات. طيب يا عم الجامد ما تيجي تشرح لي انت عملت ايه؟ هيقول لك والله انا حطيت زرار هنا وعملت هنا، بس انا ما اعرفش انا عملت ده ليه. طب انت حطيت المسافات بتاعتك دي ليه؟ لا ما انا ما اعرفش برضو. طيب السكرين بتاعتك دي ليه ما حطيتش حاجة بديلة ليها؟ لا ما انا مش عارف برضو. طب انت ايه؟ انا UI UX. هو مصمم ان هو UI UX. فالمصطلح بتاعنا زي ما قلنا المصطلح نفسه غلط، بس انت بتشتغل الاثنين هنا في مصر، مفيش اي مشكله خالص. بعض الشركات الكبيره بس هي اللي بتخلي كل واحد لوحده وكل واحد بيعمل الشغلانه بتاعته، انما الاغلب او مش الاغلب هو الاعم، يعني الاعم بيشتغل الاثنين مع بعض. بس الهدف ان انت تكون شغالهم الاثنين وانت فاهم الاثنين فعلا، مش شغال حاجه واحده واجي اسالك في الثانيه تقول لي لا انا ما اعرفش عنها اي حاجه خالص. ثالث حاجه وهنتكلم فيها النهارده، اليو اكس هو دوره ايه في حياتنا؟ حد يعرف احنا بنستخدم اليو اكس في حياتنا ازاي، في يومنا عموما ازاي، في اي حاجه احنا بنعملها في يومنا ازاي؟ تمام. طيب ممكن ناخدها بمثال، يعني اغلب البنات بيتوه فيه، ممكن واحده تتطوع ولا انا اقوم اي حد نتطوع يا جماعه؟ حد يتطوع؟ طيب ممكن، ايوه. انت ما بتيجي تشتري هدوم مثلا او بتشتري هدوم من محل او بتشتري هدوم، يعني انت نازله تشتري هدوم لنفسك، فانت ايه الحاجه اللي بتعمليها؟ بعمل ايه؟ اما بتيجي تشتري هدوم من اول ما هتنزلي من البيت بتعملي ايه؟ يعني انت دلوقتي خلاص معاكي الفلوس اللي هتشتري بيها الهدوم، هتعملي ايه؟ حلو، بتروحي المحل بتعملي ايه في المحل؟ بتبداي تشوفي دي ودي، طب دي احسن من دي، طب دي ماشيه مع دي ودي لا. دي بالنسبة لنا كده ده نوع من انواع اليو اكس اللي احنا بنعمله في حياتنا. فابسط حاجة ان احنا هنشتري هدوم، هل انت اما هتروحي المحل مثلا هتشتري حاجة مش ماشية مع بعضها، بتلفي على محل واثنين وثلاثة وتبدأي تشوفي ده عاجبك هنا وده عاجبك هنا وده مش عاجب ليه وده حلو ولا وحش؟ دي كلها اليو اكس اللي انت بتستخدميه في يومك الطبيعي وانت هتشتري هدوم. فاليو اكس اصلا مش تقدر تفضلي اليو اكس اصلا هو جزء من يومنا، جزء من قراراتنا اللي احنا بناخدها عموما، جزء من حياتنا بشكل عام، مش على قد ان احنا نعمل تقنيه فخلاص احنا هنبقى يو اكس بس. لا، انت كل واحد فينا اصلا يو اكس لنفسه، وهو مش عارف او هو مش حاسس، هو بيعمل الحاجه دي عشان هي دي البديهه. يعني انا هنزل اشتري هدوم فانا هشوف المحل ده الاول، عجبني فيه حاجه فهعينها او هشوفها، هروح محل تاني ممكن يعجبني فيه حاجه تانيه اكتر، هروح محل تالت ممكن يعجبني فيه حاجه تالته، وفي الاخر ابدا افاضل. طيب انا ممكن اشتري ده ولا ده؟ طب ده ارخص ولا ده؟ طب ده الخامه بتاعته نظيفه ولا لا؟ دي اليو اكس في اليوم الطبيعي بتاع ان احنا نشتري هدوم. دايما الشباب بيقول لك انا عايز اشتري موبايل جديد. طيب انا هشتري موبايل جديد، بتعمل ايه قبل ما بتشتري موبايل جديد؟ ممكن تقوم انت تقول لما بشوف النوع الاحسن الماركت وين، الشكل ذات نفسه اللي هو عشان اشتريه، السعر، الامكانيات بتاعته اصلا. تمام. طيب انت دي حطيتها كتارجت اساسي قدامك، خدت الموضوع وبدات ان انت تشوف موبايل واثنين وثلاثه واربعه من نفس الحاجات اللي انت محتاجها، وبعد كده بدات تقارن ما بينهم كلهم.
وبعد كده وصلت في الاخر ان انت اشتريت موبايل واحد بس، ما اشتريتهمش كلهم، اشتريت الانسب ليك، المناسب ليك من كل حاجه، من حيث سعر، من حيث استخدام، من حيث مواصفات. انت كده عديت بروسيس يو اكس عموما، انت ما عملتش حاجه جديده. الفكره بس ان المختلف عندنا بيكون في الشكل او في الطريقه اللي انت بتبدا تنفذ بيها الموضوع، البدايه اللي انت بداتها لحد النهايه بتاعتك في الاخر. دي كده كانت اخر نقطه برضو اتكلمنا فيها. دلوقتي هيكون في زي كويز بسيط كده، وارجوكم تجاوبوا، يعني ارجوكم تجاوبوا. ايه انا عنالي. هنبدا دلوقتي باول صوره، هم اتنين كويز بس يا جماعه مش كتير، هناخد واحد من البنات واحد من الشباب. فقلب. طيب، هو باين من الصوره ان هو مدينا الصح ومدينا الغلط، تمام، وباين الصح. طيب معاك الشباب معاها دقيقة تفكر في الموضوع عشان حد منهم هيقوم يجاوب. ليه صح؟ يعني دي ليه دي أفضل من دي؟ طب نسمع واحد واحد. طيب ماشي. تمام، حد هنا تاني عنده اجابه؟ هنوصل لك في الاخر. صف صف بس هنا. تمام، حد في ال... تمام. تمام، حد هنا تاني عنده إجابة؟ أنهي؟ تمام برضو. حد هنا تاني عنده إجابة؟ شباب الصف الثالث، الرابع. تمام. طيب بس هعدل له حاجه بس قبل ما اسمعك. حجم التليفون ما بيفرقش معانا خالص واحنا بنعمل الديزاين بتاعنا، لان الديزاين نفسه لما بيجي كويدو بيبقى ريسبونسيف ان هو يشتغل على جميع الموبايلات اذا كان اندرويد او اي او اس. فدي بس نقطه ملهاش علاقه بالموضوع يعني. تمام. طيب عمر. تمام. طيب هجاوب انا دلوقتي. زي ما احنا قلنا كانت افضل اكتر اجابه صح هي اجابتك، ان هو خلى الاسم قريب من المدينه وخلاهم الاثنين في نفس الحيز مع بعض، بحيث ان انا اول ما عيني هتبص ليهم هعرف ان الاسم ده ساكن مثلا في المدينه دي، على عكس هنا الشخص ده هو هنا بعيد، يعني هو هنا بعيد عنها، فممكن انا هتردد شويه. طب هل الموضوع ده بالنسبه للاسم اللي تحت ولا بالنسبه للاسم اللي فوق؟ فدي بتبقى مشكله عموما بتوجه صعوبه للمستخدم وهو بيشتغل. انت بتحاولش تخلي المستخدم يفكر كتير وانت بتعمل ديزاين لتطبيق او ديزاين لموقع، دايما بتديله الاحساس ان هو المتحكم في الموقع بتاعك او هو المتحكم في التطبيق بتاعك، هو اللي بيتحكم فيه، ما بتجبروش على حاجه، يحس هو اللي بيعمل الاكشن اللي هو عايزه، محدش بيجبره ان انت غصب عنك هتقرا الحته دي او غصب عنك هتبص في الحته دي. دايما المستخدم بيبقى متضايق قوي لو انت اجبرته على حاجه في تطبيق هو مش عايزها اصلا. تمام. حسام، تاني صوره البنات، معاكوا دقيقه برضو.
عامل اداء عالي النهارده حسام. طيب نبدا نسمع الاراء بقى الاول هنا. ليه دي افضل من دي؟ تمام. حد هنا؟ تمام. حد عنده إضافة؟ تمام. حد عنده اضافه؟ طيب لا اسمعني بقى، هو ما حدش اتكلم في دوركم. المساواه معلش عشان ما نطردش كلنا حل. دلوقتي ده افضل ليه من ده؟ لسبب واحد، ان احنا دايما اما بنخش تطبيق وبنلاقي موجود كلمه سيف دي بنحس ان في خطوره في الموضوع، رغم ان الحاجات اللي هو مديها لنا هنا واضحه. يعني هو بيقول لك ان انت فعلت السيتنج رقم واحد، انا مش محتاجه سيفها، ما انا فعلتها وباين ان انا فعلتها. طيب انا وانا عمال اقلب وعمال افعل السيتنج بتاعتي لقيت كلمه سيف تحت، طيب انا بحس بخطوره. يعني انت دايما تلقائي بتحس ان انت، طب هو انا لو عملت سيف ده ايه اللي هيحصل؟ هل هتكون حاجه كويسه؟ هل مش هعرف ان انا ارجع في الاعدادات دي تاني؟ فانت مش مطالب، يعني انت مش مفروض تحط حاجه للمستخدم واضحه بالنسبه له وتاكد عليه في وضوحها. دي دايما بتبقى قلق. طيب ايه؟ طب هو لا انا كده هبوظ التطبيق وهضطر امسحه، طب انا ما عنديش مساحه على الموبايل وجوجل بلاي مش هيرضى ينزله تاني. دي كلها حاجات بتجري في دماغنا واحنا بنشتغل ونلاقي حاجه زي دي. فهنا افضل دي بسبب حته الخطوره على المستخدم، بس ان احنا ما حطيناش ريسك على المستخدم او ما حطيناهوش في الزون بتاعت التفكير اللي هو هيفكر كتير قبل ما يعمل دي. لا هي الحاجه واضحه بالنسبه له، يعني هي مش محتاجه خالص. بس كده دلوقتي احنا كده تقريبا خلصنا الكويز اللي احنا قلنا عليه. اخر نقطه بقى هتكلم فيها قبل ما اسيبكم هي الجرافيك في كات. الجرافيك في كات احنا شغالين ازاي؟ احنا ماشيين ما بين اليو اي يو اكس والجرافيك ديزاين بالتوازي. بنبدا في البدايه خالص بنبدا ان احنا نشتغل يو اي، نتاكد ان احنا خلصناه ما عادش في عندنا فيه مشاكل، الناس بدات تمام فيه. بعد كده بنبدا ان احنا نشتغل البروسيس اليو اكس بتاعتنا من الاول خالص. بعد كده بنوصل لمرحله اخيره وهي مرحله تطبيق كامل، ان احنا مجرد ان احنا بس بناخد الفكره الاساسيه ونبدا اليو اكس بتاعنا كله من الصفر، وبعد كده نوصل لليو اي نخلصه من الصفر خالص. بالتوازي احنا شغالين معاهم جرافيك ما بين فوتوشوب والاليستريتور، دعايه واعلان، الجرافيك بشكل عام يعني مش على حاجه معينه بس. فدلوقتي كده انا خلصت، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا يعني، واتمنى ان السيشن كانت لطيفه، واتمنى ان انا كمان كنت لطيف عليكم يعني. شكرا.